تفاحة الشاشة العراقية في مشهد يلفت الأنظار. أثارت صورة للفنانة العراقية إيناس طالب جدلا واستياء واسعين خلال اليومين الماضيين. الصورة لم تكن ضمن منشور نشرته الفنانة على صفحتها على فيسبوك أو إنستغرام مثلا، لا، الصورة كانت في مقالة لمجلة The Economist البريطانية المرموقة في نسختها الأخيرة. استخدمت المجلة صورة إيناس وهي في مهرجان بابل الدولي الذي نظم أواخر العام الماضي كواجهة لمقالة عن السمنة في البلدان العربية خاصة بين النساء. ها هي المقالة، عنوانها Why Women Are Fatter Than Men in the Arab World، لماذا النساء هن أكثر سمنة من الرجال في العالم العربي. غضب وجدل واستياء تحول إلى قضية رأي عام منذ اليومين الماضيين، ولا يزال الاتهام لتلك المجلة البريطانية The Economist بالإساءة للنساء العراقيات والفنانة بوجه خاص. الحكومة بدأت بعد أن نشرت المجلة تقريرا تتحدث فيه عن ازدياد السمنة بالشرق الأوسط بين النساء بخمسة أضعاف عن الرجال، والمشكلة ليست هنا بل في وضع المجلة واسمها The Economist. وضعت صورة الفنانة إيناس طالب على التقرير كنموذج عن المرأة السمينة، وهذا أثار استفزاز العراقيين وقامت الدنيا لم تقعد. صورة إيناس طالب بهذا الشكل والتي يبدو أنها التقطت في مهرجان بابل آنذاك، اعتبرها العراقيون بأن نشرها إساءة للفنانة، وهذا تنمر بحق المرأة العراقية والعربية بشكل عام. كما طالبوا القائمين على المجلة ومن أرفق تلك الصورة بالاعتذار ورد الاعتبار وحذفها على الفور. الغريب أن رئيس منظمة حقوق الإنسان الدولية كينث روث علق على التقرير من وجهة نظره، لكنه سكت عن الضجة التي أحدثتها صورة الفنانة إيناس طالب في التقرير وكأن شيئا لم يكن، وهذا ما أزعج العراقيين وأثار حفيظتهم. الوسط الفني ومنظمات حقوقية ومعنية بشؤون المرأة استنكرت ما حدث، أما الفنانة إيناس طالب فقد قامت برفع ثلاث دعوى قضائية في محاكم بريطانيا بحق المجلة، من بينها دعوى إرفاق صورتها والتلاعب بها عن طريق برنامج الفوتوشوب وتشويهها، وطالبتهم بتعويض مالي بفعل الضرر النفسي الذي تعرضت له وحملتهم مسؤولية انتهاك حقوق المرأة. كما دعت الفنانة الأوساط العراقية للتضامن معها وعدم السكوت عما حدث حول تلك الصورة التي قالت أنه تم التلاعب بها ببرنامج الفوتوشوب.